الأوضاع الآن والخطوات الآن والقضايا المطروحة الآن وسط الضغط على أوروبا لاستعادة المواطنين مرة أخرى من مخيمات داعش؟ تحية لك بداية وضيفك الكريم للسادة المشاهدين. يعني ربما كما تفضلت هي تحولت إلى ورقة ضغط وابتزاز سياسي أكثر منها يعني ورقة حقوقية أو قضية تتعلق بحقوق الإنسان. أغلب هذه الشخصيات أو الأشخاص الموجودين في هذه المخيمات في الغالبية الساحقة منهم طبعا من أصول أجنبية لا تعود لهذه الدول، ويتم التركيز بشكل أساسي فقط على الدول الأوروبية لكي تستعيدهم إلى داخلها. من حيث المبدأ أعتقد يعني لا يوجد أي قانون يفرض على الدول الأوروبية حتى لو كانت هذه الشخصيات من أصول أوروبية أن تستعيدها بنفسها، تقوم أن تبادر هي باستعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم. بالمقابل طبعا بعد ظهور ظاهرة الإرهاب صدر العديد من القوانين في كل الدول الأوروبية التي تعطي الحق والحرية لهذه الدول بنزع الجنسيات وبعدم إدخال هؤلاء الأشخاص إلى الأراضي الأوروبية مرة أخرى، وأن يكون لها الحق بمنعهم من الدخول. وبالتالي من وجهة نظر قانونية ليست ملزمة هذه الدول حقيقة بإرجاع هذه الدول. وأعتقد أنه يعني اليوم جنسية واحدة مثل هذه التي تسمى عبوس داعش معروفة أن أصولها من الباكستان كما تفضل الضيف الكريم وغيرها أيضا. لماذا لا يتم يعني الضغط أو مطالبة الباكستان باستعادة هذه السيدة إلى باكستان وليس إلى الدول إلى بريطانيا على سبيل المثال؟ وهذا أمر يندرج على كل الأشخاص الآخرين، إضافة إلى أن هنالك حقيقة مشكلة قانونية. يعني اليوم الدول الأوروبية تتخوف من مجيء هؤلاء الأشخاص إلى داخل أوروبا وهم ملاحقين أساسا بقضايا قانونية سوف يخضعون بعد ذلك إلى العدالة الأوروبية. دعينا نقول هذه العدالة حقيقة ليست معدة للتعاطي حتى الآن للأسف، يعني نقول أنها ليست معدة بشكل كافي للتعاطي مع هكذا قضايا بشكل حقيقي يمكن أن يعطي. لماذا برأيك؟ قوانين لأنها تتعاطى مع حقوق الإنسان بطريقة يعني إنسانية أكثر من اللزوم، بطريقة لا تتناسب حقيقة مع لا إنسانية هؤلاء الأشخاص. يعني إذا عدنا إلى أفعال هؤلاء الأشخاص أفعال خارجة عن الإنسانية، خارجة عن الطبيعة. ولكن تحدثت هيئة حماية الدستور الألماني عن مصطلح التنشئة الجهادية، ربما يعني حضرتك تتحدث عن أفعال قام بها يعني هؤلاء الأشخاص أفعال غير إنسانية، ولكن بالإشارة إلى أطفال داعش، هل يصبح بقاء أطفال داعش داخل المخيمات ربما قنبلة موقوتة أمام المجتمع الدولي؟ يعني هي طبعا لا شك أنها قنبلة موقوتة، ويعني طبعا وجودهم هناك خطر كبير، وقضية اليوم التعاطي معهم يحتاج إلى مجهود دولي ولا يمكن حصرها بالجانب القانوني للأمر وقضية يعني النسب للأم أو للأب. القضية أعمق وأكبر من ذلك، إضافة إلى أنه كما تفضل ضيفك في الاستوديو وكلام ثقيل جدا أنهم لا يعني لا يملكون جنسيات الدول التي تطالب اليوم باستعادتهم. حتى أهلهم الأم أو الأب يعني مسقط عنه الجنسية الأوروبية، وبالتالي اليوم جلب هكذا يعني أطفال بتنشئة كما تفضلتي جهادية كالتي نشأوا بها، ومنهم طبعا بأعمار كبيرة، اليوم يصعب حقيقة على الدول الأوروبية كما قلت التعاطي معهم وإعادة هيكلتهم.